ماما نحطم في احلى متابعين واحلى عائله لقناه بسمه الحلويات. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه خبز جديد، خبز محشي يجي روعه، يجي ما شاء الله، مملحات رائعه لطاوله رمضان. نتمنى انهم ينالوا اعجابكم. يجي خفيف هشيش، يجي روعه. نروحوا واش نحتاجوا للخبز تاعنا. واش نحتاج الخبز تاعنا؟ مكونات بسيطه، كاس الماء دافئ واصل هنا فقط كما راكم تلاحظوا تدريج هذا. نحتاج جوج كيسان فارينة، ملعقة أكل خميرة الخبز، ملعقة أكل سكر، ثلاث ملاعق أكل حليب بودرة، ملعقة أكل زبدة وبيضة، وملعقة قهوة ملح. نروحوا نحضروا العجينة تاعنا. نبدأ على بركة الله. قبل ما نبدأ ما تنساوش الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس بيوصلكم كل جديد. ما هي طريه بزاف هكا كما تلاحظوا. هنا الفرينه كاين اللي تشرب، كاينه تقدر تدير لكم حتى لزوج كيسان ونص فرينه. درك ما نخليوها ترتاح، ما والو. واش ندير؟ ندهن شويه فرينه كامله بشويه زبده. شوفوا راهي تلصق معايا، لازم تكون هكا. ندخلها في بعضها. بعد نجيب الملعقه تاعي تاع الزبده وندخلها فيها بشويه. هكا كما تلاحظوا معايا حتى ولات معايا هكا عجينه. لازم هكا حتى تولي لنا، شوفوا كيف تجي رائعه. لكن طرقت لكم كي حطيتوا لها الزبده زدوا لموها بشويه فرينه. درك ندهن تاعي الواحد هنايا بشويه زيت هكا ونحطها تاعي. خليها تخمر من 20 دقيقة حتى نص ساعة حسب درجة حرارة الغرفة، ساعات السخانة ساعات البرد. درك انا نحط تاعي العجينة تخمر ونروحو نحضرو الحشوة. بعد ما خدمنا العجينة تاعنا وخليناها ترتاح نروحو نخدمو الحشوة. واللي مازال ما ابوناش في القناة يروح يابوني ويدير اعجاب بالفيديو ويفعل الجرس. حنحشيهم بالفيونداشي بالجبن وبلاصوص طوماط. لاصوص طوماط درت حبة طماطم حكيتها في المقلاة، حطيت لها شوية زيت شوية ملح شوية فلفل وقليتها. بعد طلع الحمار عطاتني اللون هذا، ما حطيتلهاش الطماطم المصبرة وفرماج. ونروحو تاعنا للفيونداشي. واش حطيت في الفيونداشي تاعي؟ حطيت لها شوية بصل، شوية معدنوس، شوية ثوم، ملح، فلفل، وزدت لها شوية بيض. نعجن تاع الفيونداشي مرة تاعها. عجن تاعي الفيونداشي دخلت المكونات كامل في بعضهم. نروح كيف راح نحضر. نجيب ورق بلاستيك ما نستناش، نحكم الفيونداشي تاعي. انا الخبز هذاك اللي راح نحشيوه هذيك الكميه تخرج لنا 8 خبيزات، تسمى حملت 8 وحايد كيما هذا. تحبوا تضاعفوا الكمية ضاعفوا. ونحشي بالفرماج تاعي، نحط الفرن جبن. كما تلاحظوا هكا نخدم تاعي كامل الفيونداشي هكا. ومن بعد نروح نقليه في شوية زبدة، نقليه نطيبه مليح باه نحشي به تاعي الخبيزات. بعد ما خمرت لي العجينه تاعي كيما تلاحظوا ضاعف الحجم تاعها. هادو قليتهم في شويه زبده كيما قلت لكم، حمرتهم في الجهتين. نروحو نشكلو الخبيزات تاعنا. نبداو بالسمنه، لاحظتو كيف هادشي تجي روعه.
النص. حطوا شوية فرينة، حطوا الخبيزة تاعنا، حلوها شوية. حط شوية صوص طماط، نحط تاعي البيون تاعشي اللي حطيتها، هكا نحط في البلاطو تاعي كنت دهنتو بشوية زيت، ونحط تاعي الخبيزة. نكمل كامل الكيفيه كيما هكا. ها الخبيزه تاعي بعد ما حضرت الكميه كامل، درك نحكم بيضه حطيت لها شويه قهوه ولا تحبوا بالصفار فقط، وندهنها. هادو الخبيزات يجيو رائعين، يجيو روعه، ديروهم وداروا لي بالخير. هنا الفرن نكون شعلت على درجه حراره 180 حتى 200، كل وحده والفرن تاعها اللي تعرف كيفاش يطيب الخبز تاعها. نحطو مده 10 دقائق 15 دقيقه، نشعلو من تحت ومن بعد نشعلو من فوق يحمر لي. تاكلهم بالصحه وهنا ان شاء الله. بعد ما دهنتهم بالبيض هكا نخليهم يخمروا، وكي نشوف الحجم تاعهم ضعف نحطهم في الفرن ونعطيو لكم في ساعه التقديم ان شاء الله. هاهم الخبيزات تاعنا واجدين كما تلاحظوا، خداو لنا اللون الذهبي، تشوفوا كيف يجيو معنا، يجيو روعه. العجينه هايله، يجيو طريين حلوهم من الداخل. شوفوا كيف يجيو هشاش طريين، يجيو روعه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ما عليا غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه شربتكم، وربي يتقبل ثيابكم. سلام.